انبوكسينج. اهلا فيكم على حلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم بدي اعرض عليكم وايرلس بلوتوث سبيكرز. وايرلس بلوتوث سبيكرز بتقولوا اكيد شايفين كتير وسامعين كتير عنهم، بس هو اللي بيعتمدوا على التكنولوجي هي فايبريشن تكنولوجي، يعني عشو ما منحطه بيصير هو السبيكر. مثل العادة قبل ما بلش خليني اذكركم انه اعملوا معروف اذا بعد مش عاملين سبسكرايب، بليز سبسكرايب. هون بتشوفوا راسي طول الحلقة، فيكم تكبسوا عليه وتعملوا سبسكرايب. لاقونا على التويتر، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، وبليز اعملوا شير مع اصحابكم ولايك، واذا عندكم افكار اذا عندكم اقتراحات حطوهم بالكومنتس. لكن بلا ما اتأخر زيادة خليني بلش الحلقة. نعرفكم على جبت موديلين على فكرة تنجربهم ونقارن على الفايب ترايب سبيكر والدامسون سيسور بلوتوث سبيكر. اوكي، لكن مثل ما قلنا اليوم اثنين بلوتوث سبيكر صغار، يعني ديجا هيدي الشغله انه حبيت جيبهم صغار، عم بيستعملوا التكنولوجي تبع الفايبريشن. لكن حبلش باول واحد، نعمل انبوكسينج لاول واحد ثاني واحد وبعدين نعمل لهم تيستينج. لكن الفايب ترايبز 4.0 بلوتوث سبيكر فايبريشن كور كونف كول، فينا نستعمله تنحكي NFC كونكتيفيتي فاكيوم بيس، ساعتين ليثيوم باتري. بس هيدا اول شغله بنشوف انه كتير 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 صغير، يعني هيدا بنحط بالجيبه، بنحط هلا بنشوف اذا صوته هالقد قوي كرمال ايه. سو خلينا نفتحه. اوكي، هيدي نشوف اذا بعد في تكنيكال سبيسيفيكيشنز. 150 جرام اوتبوت باور 3 وات، اوديو سورس فينا نحط له جاك اما بلوتوث، بلت ان مايكروفون مع نويز كانسليشن، لانه كمان عم تسمعوا موسيقى فيكم تستعملوه اذا اجيكم تليفون كول. لكن خلينا عن جد صغير، يعني عن جد كتير كتير صغير. منحس تقل، يعني منحس مش انه بلاستيك، يعني منحس تقل. وهون سكشن تقدر يلقط وين ما نحطه. خلينا فرجي لبشير على السريع. خلينا نشوف شو بيجي كمان بالعلبة. هون عنا USB كيبل وجاك واندرويد فوتي، عنا ريبليسمنت بعتقد لهيدي 3M، وانستركشن مانيول اللي هو يعني واحد لازم يكون نظره 30/10 تيقدر يقري. حنجرب ندبر حالنا بلا الانستركشن مانيول. بقى هيدي خلصت وهيدي خلصت، حنحطه على الشارج، نعمل انبوكسينج لتاني واحد وبعدين نعمل له تيست. تاني سبيكر شركة دامسون سيسور ما بعرف كيف نلفظها، كمان انسايسر ديفيوجن تكنولوجي كومباتيبل مع كل شيء تقريبا. بحطوا لكم كوشن، برودكت ماي كوز انكسبكتد بارتيز. اوكي، شوية سبيسيفيكيشن، فريكوينسي رينج 40 هرتز ل 20 هرتز، بلوتوث USB-C تشارجينج 6 hours، هيدا اكبر شوي بقى البطاريته بضاين 6 ساعات. الاوتبوت تبعه 10 وات، هيداك 3 بس اكيد هيدا شوي اكبر. في عنا اوكس ان، وفي عنا فينا نعمل كونكشن لاثنين اذا بدنا سراوند ساوند. خلينا نفتحه تنشوف. والله علبته حلوه، عنا انستركشنز هون يعني على العلبه. هيدي بحبها لانه كتير سيمبل. اوكي، اكبر من هيداك واتقل بس برضو صغير كتير. هلا بنشوف قد ايه فرق الصوت. بنشوف هون كمان عنا سكشن، اما بركي كانه في شيء بيركب عليها، هلا بنشوف. وهون عنا بلاي بوز بلوتوث كونكت بوتن USB-C وجاك هاي بتبرم معنا بقى. بتبرم معنا اذا بدنا نحطه على الجاك وعلى البلوتوث. شفته اوريدي مشرج، نحطه على الجاك اما على البلوتوث. اوكي، سمعنا صوته. خلينا نشوف اذا حطينا على الطاولة اذا الصوت بيطلع زي شيء. فهمتوا شو
فهمتوا شو قصدي الفايبريشن تكنولوجي. خلينا بالاول نفرجيه شوي لبشير. خلينا نشوف شو في جوات العلبة. هيدي بعد تطلع معنا. ها وهيدا ال USB-C كابل. والله ما في instruction manual. الانستركشنز بيجوا على العلبة. I like it. فكرة حلوة كتير. اول شيء بنوفي الورق احسن للطبيعة. وتاني شيء اهين بكتير. وقتها بنشوفه. لكن ححطه على الشارج كمان 5 دقايق. وارجع اعمل التست مع هالتنين سبيكرز. لكن شرجت شوي حبلش نجرب نعمل كونكشن مع الفايب ترايب الصغير. قلنا لكن حنكبس الزر هون صار عم بيلمع زر البلوتوث. يعني صار حاضر للبلوتوث كونكشن. بقى خليني فوت على التليفون نفوت بلوتوث ونشوف اذا بيقري. قري دغري وعم بيجرب يعمل كونكشن عليه. عملنا كونكت. خنجرب حط شوية موسيقى هلا تنشوف. اول شيء بلا ما نحطه محله انه قلنا هيدا التكنولوجي تبعه بيستعمل فايبريشنز تيقطع الموسيقى. يعني وقتها بيكون مش حطه على شيء مفروض نسمع الموسيقى بصوت انجأ. بس حسب السيرفس اللي بحطه عليها وقياسها بيصير هو بيحول هيدا السيرفس للسبيكر. خلينا نجرب دغري نعمل تيست. اوكي انا عم بسمع بس انه كتير خفيف انجا. عن جد لازم لزقوا عدينتي تسمع. بحسه عم بيرجف شوي. اوكي خلينا نجرب هلا نحطه على الطاوله. تبهو مزبوط. مش معقول. لا انتبهتوا لا ياسو. نرجع نجرب على شقفة كرتون. عطونا شيء اكبر خلينا نشوف تنشوف اذا عن جد اي سيرفيس. يعني شو عندكم اكبر هون؟ شوف شو بيعطينا مصطفى. والله اوكي زبالة. ليه لا خلينا نجرب. اوكي وهلا حولنا الزباله على السبيكر. وما بعرف اذا ملاحظين الصوت. يعني الزباله عم ترجف. هات تنجرب الفرق بين الزباله والطاوله. هلا الطاوله اعلى. عن جد اخوات. لهالقياس عن جد اخوات. خلينا نجرب تاني واحد وبعدين نقارنهم مع بعض. خلينا نجرب تاني واحد حطيني على الشر شوي. لكن هون حنشوف انه حنحطه على بلوتوث. ها ودغري بلش يفتش. بنفوت على التليفون تا نعمل كونكشن. مبدئيا مفروض يلاقيه بسرعة. بقى خلينا مثل العادة نرجع نحط موسيقى بلا شي. لكن كبسنا بلاي عم بسمع شوي اقوى من هيداك. بس اكيد هذا قياسه دوبل. خلينا هلا نحطه على الطاوله. اوكي يعني ايه اقوى بكتير. يعني على قياس بيخسر بس مش معقول. عم تسمعوا؟ حما. خليني اجرب على غير شيء. مصطفى بليز. لوحة. لوحة لأم كلثوم. يعني ليه بقى لوحة لأم كلثوم عملتها أمي بترسم. بقى بنعملها شوية دعاية كمان. بس أنا أكبر فان لها. خلينا نشوف إذا حطيناها على لوحة أكيد فيها إزاز. يعني مش حنضرها. يعني حولت اللوحة على سبيكر. مش
مش معقول اخوات يعني ما بعرف اذا عم تسمعوا الصوت مثل ما نحن عم نسمعه هون نرجع نحطه على الطاولة نرجع نحطه على اللوحة يعني عن جد شيء عن جد شيء اخوات comparison time اوكي لكن يعني شو بدنا نقول رح اعطيكم رايي على السريع بين هول الاثنين هيدا صوته اعلى بس هيدا صوته انعم يعني انا حسيت انه الموسيقى هون كانت جايه انعم وبنسمع اكثر كل نوتس من هيدا هلا اكيد تنحكي عن السعر وشي بيضهش بس انه هلا بركي لا لانه هيدا اصغر هيدا حقه 45 دولار وهيدا حقه 35 دولار يعني الصغير اغلى اكيد انا بفهم انه بركي يكون صغير اغلى لانه صوته احلى اصغر مور كومباكت بيتحط بالجيبه بكل سهوله من هيدا صعب ينحط بالجيبه صار بده جزدين حاعطيكم فرد مره تقييمي بهول الاثنين فكر التقييم خليل حنعمل دبل تقييم هالمره بزيت الوقت للفايب ترايب بني صغير حاعطيه بالتصميم 8 على 10 لانه عن جد تصميمه حلو صغير جود كواليتي عجبني كتير وللسيسور حاعطيه 7 على 10 لانه اوكي حلو بس منحس شوي بلاستيك ومنحس يعني منحس انه هيدا التصميم تبعه انعم وبعدين احلى واصغر بسهولة الاستعمال والله بسهولة الاستعمال حاعطيهم لتنيناتهم 8 على 10 لانه الكونكشن عملت بسرعة كتير واستعماله يعني عن جد بنشغل كل شيء من التليفون ومنشيله منحطه وين منحطه بيحوله على سبيكر كتير منيح وبالسعر بدي اعطي للفايب ترايب 8 على 10 لانه مزبوط اغلى شوي بس انه اصغر وعن جد الديزاين تبعه حلو كتير الصوت تبعه كتير مقبول وبيتاخد معنا وين ما كان بيحول اي سيرفيس لسبيكر وهيدا حاعطيه كمان تاني واحد كمان 8 على 10 لانه منه كتير غالي بطاريته بتضاين لانه هيدا بطاريته بتضاين 6 ساعات مثل العادة اذا عجبتكم هالتكنولوجي وحابين تطلبون ححط لكم لينكات بالدسكريبشن Thank you very much لانه حضرتوا حلقة جديدة من Arabia Unboxing ما تنسوا تلحقونا على انستغرام فيسبوك تويتر تيك توك وإذا اخترعوا واحد جديد صار ماشي حاله بكرة كمان بتلاقونا عليه ما تنسوا مثل العادة إذا بعد مش عاملين معقول بعد مش عاملين سبسكرايب بليز اعملوا سبسكرايب هون تطلع معكم كبسوا اعملوا سبسكرايب هيك بتلحقونا بكل الحلقات لكن thank you very much لأنه حضرتوا حلقة معنا من Arabia Unboxing ومنشوفكم بحلقة الجاي ولهلا باي باي يا حلوين Arabia Unboxing